انه انت بتقولي لي انه الجيش اللبناني وتقنياته ما فهمت يعني انا مش عم يعني انا عم لك واسلحته انا عم اقول لك واسلحته تقنيات يمكن معك حق انه اسرائيل متفوقه علينا بالتكنولوجيا بس انا عم بحكي بالسلاح بنوع السلاح هل اليوم الجيش اللبناني يملك نوع السلاح الذي يملكه حزب الله شو بدي كل هذا الكلام نعم يلا اسقطت حرب 87 بالتكنولوجيا وحده الساحات بالتكنولوجيا لا شو بدي بالتكنولوجيا اسقطت وحده الساحات أسقطت توازن الرعب وتوازن الردع خلاص هذا كله سقط خلصت ما بقى في شيء يخبرنا انه انا بقدر اعمله جيش ما بيقدر يعمله مش مزبوط خيو عم نشوف شو عم تقدر تعمل ما عم تقدر تعمل شيء بس لانه بعده ما استعمل كل قوته امبارح ايران ضخمتها ما قدرت حمية قائد الحرس عنده بس بعدنا اليوم مزبوط مش عم انا مش عم يعني مش عم اقول انه ما في تفوق تكنولوجي لاسرائيل بس انا عم اقول لك انه اليوم حزب الله ما استعمل كل اسلحته وبالتالي اليوم صارت مستهدفت له 277 طب يعني بدك اياه يستعمل كل بدي أعرف بدي أفهم عليك مش عم بفهم عليك لا في بدك بدك يرد ولا لا أنا بدي سلم سلاحه ما بدي يرد أنا ما بدي أنا ما كان بدي يعلن الحرب ب 28 ما كان بدي يعلن الحرب لأنه أعلن حرب أول شيء أعلن حرب بديك رأيي يعني سيد نصر الله مثل ما قال بال 2006 لو كنت أعلم هلا نفس الشيء ضمنا إني ما كانوا متوقعين أمرين ما كانوا متوقعين أول شيء إنه طول هالقد كانوا مفتكرين إنه الحرب حد الأقصى شهر ونص بتدخل المجتمع الدولي بوقف إسرائيل وبتخلص مثل ما خلصت حروب حماس وإسرائيل واثنين ما كانوا متوقعين هذا التفوق التكنولوجي يلي خليهم إذا بدك يعني لكل المقاتلين ولك إذا كيف عم يطلعوا سياراتهم عم يروحون طيب كانوا اليوم هلأ أنا بدي أحكي هلأ بهيدي اللحظة من بعد ما تطور المشهد لهون من بعد ما إسرائيل استباحت كل الأراضي اللبنانية أنا بدي أسمع رأيك أنت برأيك شو لازم تعمل الدولة اللبنانية لازم تواجه ولا لا مش لا لازم تواجه ولا لا لازم تنكفئ وتقول لهم اول شيء انا كل عم بقوله شو بدك نعمل انا كل عم بقوله انه هيدي الحرب اسقطت مقوله توازن الرعب القائم طيب. وبالتالي اصح حزب الله ما انه قادر يواجه اسرائيل بدنا ننطلق انه من بعد انتهاء الحرب ما انه قادر ولا في قرار هو ما بتعتقد انه في قرار اليوم حزب الله عم بيقول انه انا ما بدي كبر هذه الحرب في قرار قرار ايراني قرار لبناني طيب شو ما كان ما بس في هذا القرار ما بدون بس هو يلتزم بهذا القرار قرار ايراني شو اللي فيه يعني انا ما قلي لا اليوم هو قال المصلحه الوطنيه اللبنانيه هو قال انطلق من مصلحه لبنان وانا اضع مصلحه لبنان على طريق القدس ما في اي مصلحه لبنان فهمت كيف ربط حربه بمساندة غزة شو اللي فيها أنا كل هالقصص أنا متضامن مع الشعب الفلسطيني متضامن مع نساء الفلسطينيات وأولاد الفلسطينيين بس أنه أنا مثلي مثل غيري اليوم صار خالد مشعل عم بحرض على الأردن شو هاو يعني عم بحرض على النظام الأردني من أجل عم بحرض الشعب الأردني على نظامه عم بحرضه الشعوب العربية على الأنظمة تبعها لأنه بيعتبروا أن الأنظمة متخاذلة مع القضية الفلسطينية هودي شباب مفلسين خلص كل هيدا المحور الممانع محور فلس يعني الحرب اللي صارت إذا بديك شو أظهرت أمام الرأي العام نحن شو أظهرت قدامنا نحن كنا إذا بديك جمهور يتلقى كل يوم عشرات المواقف العنتريات وسنسقط وسنزيل وأوهن بيت العنكبوت وكل هول شفنا أنه إيران مش مسترجي ترد يعني كل الاستهداف اللي استهدفت فيه ما أنا مسترجي ترد الحوثي بيعمل إذا بدك عمليات بالبحر الأحمر طبعا في مجتمع دولي متخاذل وميت بدءا من أمريكا نزولا أوكي لأنه لو في مجتمع دولي حقيقي وعم تسكري أنت ملاحة دولية ما بيخلوا الحوثي على ما موجود على الأرض بس شو بدي مجتمع دولي متخاذل وعندك بنفس الوقت الحشد الشعبي بالعراق أول ما عمل عملية سكتوا ما عدنا سمعنا صوته بالعراق مع أنه الحشد الشعبي يعني أنه ليش بده يكون في سلاح بالعراق حشد شعبي له علاقة بإسرائيل هذا مثلا ما له علاقة بس هني عملوا حل داخلي شو بدك له علاقة بإسرائيل ما له علاقة هني عملوا حل داخل العراقيين هني والحشد الشعبي يعني انه هذا موضوع داخلي طبيعة هاي المحور الإيراني هو انه يكون في ميليشيات مع الجيش اللبناني والميليشيات هي تكون سيطرة على الإيران وبالتالي وحزب الله في لبنان نفس القصة انا عم بقوله كل عم نقوله ستنتهي هذه الحرب في يوم من الايام بعد شهر او شهرين او ثلاثة او أربعة من بعد نهاية الحرب انا الخايف منه انت في مسارين اوكي انا الخايف منه انه نروح على مسار قطار تسويه تحت سقف السلاح اللي انا عم اقوله انا رايح انا شايف الامور هيك رايح تحت سقف السلاح للاسف انا بالنسبه لي من بعد نهايه الحرب لازم عمليا ينطرح ثلاث مسائل اساسيه